السلام عليكم، اشكركم على الاستضافة هذه وان شاء الله نجوز الوقت شباب ان شاء الله. بون العطلة تاعي صيفية ابري لاني سبورتيف 2021-2022، فوالا كانت شوية صعيبة سيرتو مونتالمون. فوالا جي بري ديت لي فاكونس تاوعي، سافرت لباريس وتلاقيت مع صحابي تما. بون ابري فوالا 31 ماتش لي لعبتهم، جافي اون بتيت بليسيور لي خلاتني يعني ما نكملش لي دي دو ماتش تاوعي، وانا سما العطلة تاعي ديتها قبل صحابي. وانا جي بروفيتي في العطلة باش ندير لي سوا تاعي كونفيرابلومون، الحمد لله يعني اكسيليريت لي سوا و تما لي ابار لي سوا تاعي كي باريت بيان عاوديت العطلة تاعي يعني شخصية. فوالا كيما قلت لك ابري ما ديت العطلة تاعي افون صحابي، فوالا كان اتصال لي معاهم باسكو على بالهم بلي كنت مبليسي اتصلوا بيا، مي ابري ما كملو هما لا سيزون سبورتيف 2021-2022. فوالا كل واحد راح مع عائلتو وكل واحد خدا العطلة تاعو. فوالا اسمع الانسان كل واحد وين كان فوالا خدا وقتو مع عائلتو، تسمى اتصال بالك يكون بار ميساج ولا ما بار دي اس ام اس. فوالا كي نعاودو نولو لا سيزون سبورتيف 2021-2022، فوالا سي فري لا سيزون كانو يسناو الناس كامل، الناس يسناو فينا باش نديرو من بعد سيزون. الحمد لله يعني كيما قلت لكم انا غاني دي شوز دي بيان، فوالا دي شوز بوزيتيف، وكاين تاني صوالح نيجاتيف يعني اللي خلاونا ما نكونش على اوتور. يعني حوايج بوزيتيف كاين دي جوار يعني اللي جاو جدد وما كانش عندهم بوكي ديكسبيريونس، الحمد لله يعني سو ادابتي في الكلوب كيما في الكلوب سي لو كرون كلوب كيما مولوديا. فوالا و برضو اسماء وادهم وبلي عندهم دي كاليتي الحمد لله. فوالا في لافاز علي درناها مليحه و كامل الناس مدت افون، فوالا مدت افون، واحد ما يعني ما قصر في اي حاجه. وبعد في الريتور كان دي بتي دي طايب عليك، ممكن كونسونطراسيون بالك ممكن يعني دو كما يقولوا ممكن دي اكسبيريونس هذيك باش نجيريو هذيك لا فاز ريتور. الحمد لله البلوز امبورطون سي كو On a gagné quelques joueurs, yani li, inshallah, Mouloudia va venir, inshallah, t'shaqom, ou il nous doit plus de Mouloudia. Voilà, alhamdoulilah, qui m'a dit que habess qbel sahabi, yani le temps le kafi li bach nen yani soigner ou باش نبرا من لابليسيور تاعي الحمد لله. يعني لابليسيور تاعي مكانتش يعني بليسيور كبيرة ولا اللي تخليني من بعد على المباريات كاملين، ولكن جي با بيري لو ريسك يعني دو كونتوني، خفت تدولي لي حاجة كبيرة. فوالا جي بريفيري ان نحبس خير ما نكمل، غادي ندير دي شيجي صغيرة هكدا. وكان عندي انستاج مع ليكيب ناسيونال اللي عطيتو الحمد لله، هذا يعني شي ولو مكاتب الله، وهذا
الشيء هذا يخليك باش تولي بلو فور ان شاء الله يا رب. والله الحمد لله يعني هذا الموسم يعني باسكو يعني جي في دي بون ماتش الحمد لله يا ربي. هذا الشيء هذا يعود يولي الخدمة والتعب اللي تعبناه دورون تو تران سيزون سيرتو لو ديبي دو سيزون ما كانش سهل انا سيرتو كنا ديجا حابسين الارب بيان افون باسكو كاين الكوفيد على جي سما خديت كامل وقتي جي بيان بريباري بور لا سيزون يعني سبورتيف 2021-2022 الحمد لله يعني خدمنا وتعبنا يعني كامل ليكيب تعب وتاني ما نساوش ليكيب كامل وعلى خدمنا مع المدرب الحراس فؤاد شاهين نشكروه من هاد المنبر يعني تعب معنا يعني توت la saison on a eu des hauts et des bas voilà c'était une saison chargée et qu'en surtout sur le plan mental voilà on a travaillé beaucoup alhamdoulillah Rabbi wafaqna et on a terminé la saison avec 16 clean sheets et 22 buts encaissés avec un entier match d'année joué يعني من صحابي وسام علي تيم كسوا دو جون يعقوب وسام ملالا داك جون تاني كانوا معنا نعطيهم الصحة ما قصروش حتى ما قصروا حتى يعني حاجة مدو افون فوالا عاونوني باش نكون دون دي بون كونديسيون الحمد لله يا ربي فوالا كيما قلت لكم ربي وفقنا كملوا لا سيزون افيك دي بون ريزولتا نحكي لكم على البوست غارديان دو بيت كملنا فيك دي بون ريزولتا فوالا باش نافونسيو ان شاء الله لازم نكملو نخدمو معنا اون لاست توجور كونسونتري باش نكونو على لاوتور ان شاء الله. الحمد لله يعني فرحت بزاف بالدعوة للمنتخب الوطني اللي حفظتني بزاف باش نكمل نونشيني لي ماتش تاعي مع الكلوب تاعي ونكون فوالا سيتي موتيفاسيون ليا ونكون على لاوتور الحمد لله. يعني جو بونس سيتي كونفوكاسيون ميريتي يعني نشكر بزاف الطاقم الفني المنتخب الوطني اللي وضعوا فيا ثقة يعني الحمد لله ان شاء الله سا با ان ديرنيير كونفوكاسيون بيان سور افيك لو ترافاي ان شاء الله باش نكون ان شاء الله ناخذ بلاصه في المنتخب ان شاء الله. الزميل تاعي ان شاء الله ربي يرحمه بلال بن حمودة انسان طيب جدا وعنده اخلاق تاعو يعني حسنة زاملته في المنتخب الوطني وبرا المنتخب الوطني يعني كشخص انسان مميز جدا الحمد لله انسان ميد فاميليا الحق الاجل تاعو هو الحق كما يقولوا أو راح لدار الحق إن شاء الله ربي يرحمه ويسعى ليه وطلبوا له الرحمة وإن شاء الله يصبر والديه. وأنا لو أنا الحاجة اللي يعني عبر الحديثة هذه يعني سيتي أن شوك يعني بور تو ليزالجيريا بور تو ليزاتلات يعني إن شاء الله طلبوا له الرحمة وربي يرحمه إن شاء الله يا ربي. كما قلت لك لقينا خبر من الزميل تاعنا كان في المنتخب
المنتخب كنا سمعنا على افونس اللي كان متوفين وبصح ما كانش كناش يعني كونفيرمين اللي كان متوفي. وانا كنت انا وزميلي في المنتخب تاعي وزميلي في مولودية الجزائر معاد حداد اللي كان معنا اتصل بينا الحارس مجاد اللي كان معاه في السطاج قالنا باللي انا سمعنا باللي بلال توفى ربي يرحمه. حنايا واش درنا رحنا ديريكت ل المقر الدرك في زيرالدا باش نعرفوا اسكو هذا الحدث صرا ولا لا. كما كان الحال حقنا تما بلغنا بلي الحدث صرا وان شاء الله ان لله وانا اليه راجعون ان شاء الله ربي يرحمه وندعو له بالرحمه. الاستخدامات اللي قاموا بها مولودية الجزائر هذا العام جو بونس كو سي لي جوار كونفيرمي الشامبيون تاعنا دو بلوس لي سيكيب تاعهم لي سيكيب تاعهم فوالا كانوا كونفيرمي سي بور سا الإدارة وضعت فيهم ثقة وجابتهم إن شاء الله يكونوا على هوتور دو سو كلوب إن شاء الله. Je pense que tous les joueurs qui ont joué à Mouloudia, les amis, ils ont joué à Mouloudia, ils ont joué à Mouloudia, c'est toujours positif avec le groupe, alhamdoulilah ya Rabbi. Le joueur le plus ancien de l'équipe, le joueur Abd al-Rahman Hachoud, c'est un ami, je le connais après, il a joué avec moi, 9 ans avec Dak, il a joué avec moi, il a joué avec moi. وكان تاني معاد حتى الثاني صاحبي في الفريق ونور دو فوتبول تاني برا تاني سان طايب تاني وهو ان شاء الله كما قلت لك هم جايين دي شوال جدد ويولوا صحابي راح نحلوا لهم بيبان باش ان شاء الله يكونوا بيا في الفريق هذا ان شاء الله يمدونا البلوز ان شاء الله. سيبيلي كاين بزاف كان بزاف الناس يقول لك بلي فريق شعل يزعف وما يحبش يخسر ويزعف على صحابو. انا نقول انا شي جوار غانيون نحب نربح نحب كلشي يكون كلشي يكون كلشي يكون ضروه فوالا. وانا جو une responsabilité envers l'équipe هذه سي ماشي زعما كيقول لي responsabilité vers l'équipe هذه ما صحابي ما عندهمش responsabilité مي جو بونس كي عندي بلوس دو responsabilité على صحابي الاخرين بيكو انا لونسي في ليكيب انا عبد الرحمن الشود و كلك جوار اخرين تاني فوالا سي بور سا يعني الناس بعدا كيشوفوني بمنظار واحد اخرى مي انا في لونطريمون ما نحبش خسارة صافي با دير كو زعما نزعف ولا نزعف على صحابي ولا نو مي انا سو ان غارديان اللي ما نحبش اونكيسي دي بوت. نهنا الشعب الجزائري بحلول عيد الاضحى المبارك نقول لهم صح عيدكم وكل عام انتم بخير كل الأمة الإسلامية وشعب الجزائر كامل وخاصة شعب أنصار مولودية الجزائر وعائلة مولودية الجزائر. وهذا نقول أنصار مولودية الجزائر أنه هذا العام ان شاء الله سي نوتر سيزون سي نوتر باركور لازم ان شاء الله يوقفوا مع ليكيب باسكو على لا سيزون اللي فاتت سي
كنا شاء الله اوتور بصح هذا العام كانوا خاصيننا في لا سيزون تاني، وهذا العام ان شاء الله راح يكونوا معنا. انا نتمنى يكونوا معنا بوزيتيف ويموتيفيو لي جوار ويموتيفونا كامل باش ان شاء الله نحققوا نتائج ايجابيه ان شاء الله بوركوبا، ان شاء الله نحققوا الالقاب ان شاء الله يا رب في هذا العام ان شاء الله.